صباح الخير للجميع، صباح ذهبي من مدينة الذهب إشبيلية وأكبر مدن إقليم أندلسية في إسبانيا. والحين إحنا متجهين لأهم معلم في إشبيلية وأهم معلم في إقليم أندلسية، بالإضافة لقصر الحمراء طبعا اللي في غرناطة. هذا هو قصر المعتمد ابن عباد، حاكم مملكة إشبيلية في القرن الحادي عشر أثناء ملوك الطوائف، عصر ملوك الطوائف اللي مر على الأندلس. وطبعا يتميز هذا القصر بالنقوش وفن العمارة. حال باقي المباني الأندلسية في الأندلس. وهذه هي باحة القصر الخارجية، وهذا جزء من سور اللي سور المدينة، أو السور اللي كان يحمي القصر من أو يفصل القصر من المدينة. هذا كان السور اللي يفصل القصر عن المدينة. وبعد هذا السور موجود الكاتيدرال والمنارة الخيرالدة اللي بنوها الموحدين. لو تلاحظون كلمة لا إله إلا الله موجودة يم الحمامة هناك، هي أحد النقوش اللي في القصر. وهذا درع في معلم مدينة إشبيلية. ما أدري عادي إذا كان درع إسلامي أو رصع بعدين. هذه دروع إسبانية واضحة من الشكل، عليها أسود، ومسلمين ما كانوا يحطون أشكال حيوانات، ممكن القلاع لكن حيوانات لا. أما هذا الدرع أتوقع إسلامي. هذا من داخل القصر، شوف الإبداع، إبداع جميل. يعني الخط العربي نفسه بروحه فن، يعتبر هندسة فن الصراحة. الخط العربي الله عوضنا بالزخارف اللي يسوونها هم الأوروبيين من تماثيل من صور، احنا الله عوضنا بلغة عظيمة، خطها عظيم، ولا أنواع من الخطوط، أنواع من الخطوط. هذا سيراميك، بعض الكتابات التخريبية اللي صارت، واضح إن في عرب هني أو كتبوا على الهاي، وغير من ساعة شفت كتابات لاتينية. واحد كاتب اسمه عبد الله، هذا بعد ناس أجانب، لو حاطين تاريخ بعد. هذا التاريخ سنة 84، كان عمري سنتين يعني، يو كتب هذا الشيء اسمه صالك من الرباط. صالك ما أدري والله، يجوز صالح، اصحاح حرف الكي آخر شيء. هذا القوس، هذا السقف شلون معروفين بالنجوم، النجوم الثمانية، هذه هي النجوم الثمانية، معروفة في الفن الإسلامي المعماري الإسلامي. شوفوا هاي، هذا اللي هو الممر اللي راح يودينا أتوقع إلى ساحة أخرى داخلية داخل القصر. طبعا من الأحداث الشهيرة اللي صارت في هذا القصر هو يوم الطين. يوم الطين عبارة عن يوم
ابن عباد خصصها لزوجته وأطفاله يلعبون في الطين، وهو كان يشوفهم من النافذة كانوا هم يلعبون في الطين في قصر هذا. فكان يوم مشهور يعني، لأنه كان يوم رومانسي. شوفوا ما شاء الله السقف شلون، شيء عجيب عجيب. طبعا هذا القصر الحين ملك للعائلة المالكة في إسبانيا. العائلة الملكية، العائلة الملكية تتخذها مقر إذا جاءوا لإقليم الأندلسية يقعدون هني فيه. هذه البلكونة، الشرفات. هذا المنظر منظر شهير، دائما نشوفه في التلفزيون بالإنترنت إذا كتبنا إشبيلية. شوفوا يا سلام يا سلام، أبدعتوا يا أهل الأندلس، أبدعتوا. أحسن الله عملكم في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة. يعني أهل الأندلس يعني صراحة أنا في نظري ما قصروا، دافعوا عن البلد هذه قد ما قدروا. يعني 800 سنة، 800 سنة وهم يعني يدافعون ووقفون زحف العدو من الشمال، فمو شيء سهل. وإذا على تفكك ولا على ممالك، حاليا قاعد يصير هذا الشيء. راح ارجع هني التقط صوره بعدين حق الانستغرام وسيلفي وحده شيء. خلص الفيديو هني، شوف الاعمده كيف، وهذه الحديقه. هذا يعني انا الصراحه هني تعجبت من من عظمة البناء. فكيف إذا دخلت قصر الحمراء؟ للأسف لحد الحين ما حصل تذاكر لحد الحين، بس تذكرة ليلية لحديقة القصر، لكن إن داخل القصر ما حصلت. تشوفون الأبواب خشبية مكتوب عليها كتابات بالعربي. الكتابة هذه بالعرب العربي، العظمة لله. أعمدة شيء خيالي. الأقواس، الأقواس يعني نقوش دقيقة جدا، دقة في عمل النقوش ما لها حل، ما لها حل. هذا من إحدى الغرف الرئيسية في القصر. شوفوا كيف سقف وقبة مرصعة بالذهب، ما تقولون مطلية، ذهب ذهب. هذا Thank you.
سياح من جميع أنحاء العالم، كل واحد رافع كاميرته يصور، يا يصور هالسقف، يا يصور هالأقواس، يا يصور هالأعمدة أو النقوش. طبعا بعد سقوط إشبيلية الإسبان اتخذوا القصر هذا مقر للحكم وإدارة شؤون الدولة. المملكة الإسبانية المتحدة كانت يعني آنذاك، اللي كان بين مملكة قشتالة وأراغون وليون، وكلهم اتحدوا واتخذوا إشبيلية عاصمة لهم والمقر هذا لإدارة شؤون وأمور المملكة ورحلات الاستكشاف للعالم الجديد. وتم على هذا المنوال لين ما تحولت إسبانيا بعدين إلى انتقلت للديمقراطية وغيرها وانضمت للاتحاد الأوروبي، وحاليا هو ملك للأسرة الحاكمة والأسرة الملكية في إسبانيا، وفتحينه طبعا كمتحف يدر عليهم الأموال يستفيدون. طبعا تحفه معماريه لازم يسوونها متحف، واتوقعهم عندهم غرف خاصه للسكن الاسره الملكيه، اكيد لها غرفه خاصه للسكن القصر هذا. في أنا قريت عنه إن في أماكن في القصر احتاجوا إن يرممونها، ونقوش بعد يعني تحتاج ترميم، فاستعانوا بأهل المغرب، استعانوا بالمغاربة إن يجون على إشبيلية ويرممون النقوش لأنهم ما يعرفون يرممونها. طبعًا كتابات عربية وأنواع من الخط العربي، الرقعة والكوفي وغيره، فما يقدرون على هالشغلة، فاستعانوا بالمغاربة أهل المغرب العربي، وطبعا أعادوا ترميم الخط والنقوش في هذا القصر. راح أدخل غرفة ثانية الجهة اليمنى، احنا كنا في الجهة اليسرى وهذه هي الجهة اليمنى، وما تختلف عن الجهة اليسرى. هذه الأسقف الخشبية المطلية بالذهب، وفي عندهم قبب مرصعة بالذهب، في فرق يعني ترف وبذخ صراحة، كل واحد يتفاخر بالعمران والبنيان اللي عنده والخير. وهاي كان حالتهم الملوك، ملوك الطوائف، الصراحة تاريخهم صج مثير، يعني مثير. يستهوي تفكيرنا بشكل كبير جدا، وأهم شيء في النهاية العظة. التاريخ بشكل عام يعيد نفسه، هذا نفس الشيء، وكلمات فيها توحيد، كلمات توحيد، لا إله إلا الله أو ما شابه ذلك، صعب أقراها، الخط متداخل. وهذا هو يعني أنا أعتبر هذا القصر فن الخط العربي، فن الخط العربي موجود في القصر هذا، بالإضافة لقصر الحمراء. شوفوا كيف هني، شيء خيالي، الأعمدة من هني، سبحانك يا رب. صراحة الإنسان خلق الله، وإذا أبدع الإنسان طبعا أبدع خلق الله، والنهاية كلها يعود لله عز وجل. هذا الطابق الأول من القصر بعد ما كنا في الطابق الأرضي، ولا تلاحظون اختلاف الزخارف هنا،
طبعا فن اسباني اوروبي. شوفوا الفرق وشوفوا حتى الفرق في اهتمام السياح اللي يجون يصورون، قله قليلين. هذا هو صور وبلاط مرسوم عليه حيوانات واوادم مفسخين. يعني سبحان الله، الحمد لله الذي اعزنا بالاسلام. فرق فرق بين النقوش الدقيقة وال يعني وبين النقوش هذه اللي هي يعني الصراحة للأسف أغلبيتها عري. شوفوا قلة الناس اللي هني ما عندهم اهتمامات للموضوع الفن الأوروبي، أغلبيتهم جايين من أوروبا وشايفين نفس الشيء يعني. وغير هذا يعني ما في شيء يعني يستحق الواحد يعني يتعنى ويوقف يصور. أنا بس أصور بس أوريكم الفرق. شوفوا الفرق يعني. ما أنا والله دخلت قصور في ألمانيا أحلى من هذا، يعني الفن اللي استخدم هناك بالتشيك بعد أحسن من اللي موجود هنا. يعني حرام قصر طابق أرضي فن إسلامي قمة الإبداع، والطابق الأول يكون فيه نوع بسيط من الفن. يعني ما أدري، بس هو فيه ميزة بعد إنه مزيج يبي يقدمون للناس، إنه والله عندنا إحنا مزيج من الفنون الإسلامية والأوروبية. هذا سجاد السجاد هذا لمقاتلين عرب اندلسيين كانوا في إشبيلية، كانوا يتحاربون أو توهم خلصين من حرب. والله ما أدري، الكتابات كلها بالإسباني. أي الحين فهمت، هذول هم جيش الإسبان وهذول هم العرب الأندلسيين من عرب وبربر. يتم إجلائهم من مدينة إشبيلية. طبعا إشبيلية تم حصارها عدة شهور، وكان في مقترح من الأندلسيين اللي في إشبيلية أن يسلمون المدينة أجزاء جزء جزء على فترات زمنية مختلفة، لكن الملك فرناند الثالث رفض هذا الشيء، قال تسلمونها لي ولا خلاص راح يكون في حرب. لفتت انتباهي هذه السجادة، ومو أي سجادة صراحة، سجادة فنية. تقول لنا قصة الحملات الاستكشافية اللي كانوا يسوونها الإسبان لاستكشاف العالم الجديد، القارتين الأمريكية والجنوبية كانت تطلع من مدينة إشبيلية، وهذه هي المدينة القمة، وهذه السفن اللي كانت توصل من المحيط الأطلنطي أو بحر الظلمات كما يسمى في أيام الأندلس إلى نهر الوادي الكبير. هذا نهر الوادي العظيم أو الكبير، وهذه السفن، وهذه مدينة إشبيلية.
وحتى منارات تبين منارة الأخيرالدة. شيء صراحة طيب يحكي لنا تاريخ عظيم للإسبان. حملات الاستكشافية مهمة جدا اكتشفت القارتين. هذه حديقة قصر المعتمد ابن عباد. شوفوا شلون الحديقة هنا. نافورة ما يصب من فوق السقف إلى البحيرة هذه الصغيرة الصناعية. طبعا احنا في الطابق الاول يعني مش طابق ارضي هذا. اطلالة حديقة صغيرة مجموعة حدائق صغيرة كلها على بعضها القصر بين الطابق الأول والطابق الأرضي. هذه الحديقة اللي في الطابق الأرضي. أشجار النخيل، نخيل البلح ونخيل الزينة على بعضه الحديقة. هني تلاحظون اندماج القصرين مع بعض اللي هو القصر الرئيسي والأصلي قصر المعتمد ابن عباد والمبني على الطراز الأندلسي الإسلامي اللي هو هذا. وتشوفون المبنى البرتقالي هذا عبارة عن دمج، عمليات دمج، ادمجوا مبنى في مبنى. وهذا هو الجزء الإسباني اللي تم بنائه بعد القصر الأندلسي بعد سقوط إشبيلية. طبعا القصر هذا اللي شفنا فيه النقوش الإسلامية، والقصر هذا اللي شفنا فيه الفن الأوروبي. وهذه النافورة اللي كنت مصورها من فوق. هذا الماء ينزل من السقف ويصب في البحيرة في الطابق الأرضي. هذا نصب تذكاري سوته إسبانيا أو الحكومة الإسبانية تخليد لذكرى المعتمد ابن عباد. وفي الجهة هذه مكتوب باللغة الإسبانية، لكن الجهة الخلفية أتوقع مكتوب باللغة العربية. بس مسكرين علينا ما نقدر نروح يمه ونصور. ما أتوقع في مدخل، في زراعين شغالين صيانة الحديقة. هذه هي صالة العدل أو محكمة، ما أدري، مكتوب عليها Hall of Justice. هذه طرق تنظيف النقوش والخط العربي مثل ما أنتم شايفين، يحطون عليه خلق ويخلونه فترة وبعدين يسحبون الخلق بحيث انه يشيل كل الاوساخ المتراكمة على النقوش. شوفوا كيف دقيقة، يعني هذه ما ادري كم سنة استغرقت لبناء يعني النقوش هذه كلها بس في قوس واحد مثلا هذا القوس.
هذا بالنسبة لي أنا لو يعني ما أدري مشروع 5 سنوات قوس واحد بس نوايب المقاولين اللي عندنا على شغلهم التعيس. الحين صار عندنا موضة إنه يسوون في البيوت جبس مغربي. الجبس المغربي شبيه بالنقوش اللي هني في بلاد الأندلس وفي المغرب، بس يعني مو نفس المستوى وغالي. اللي يبي يدخل قصر المعتمد ابن عباد أنصحه يعني نصح شديد إنه يقص التذكرة عن طريق الإنترنت، وإلا راح يوقف الكيو هذا وراح يتعب الصراحة. إذا وقف فيها الكيو ما راح يسوى عليه. أنا أنصحه إذا ما قص ما يدخل القصر، إذا ما قص تذكرة عن طريق الإنترنت لا يدخل القصر لأنه ما راح يسوى. الوقت اللي راح يقضيه في الكيو يمكن 6 أضعاف الوقت اللي راح يقضيه في القصر. شوفوا كيف الكيو من القصر إلى الكاثيدرال.